مهما خطر على قلبك فالجنة أعظم، في الجنة سور يلتقي فيه المؤمنون، فتحت الريح في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، يرجعون إلى أهليهم من السوق فيرون أهليهم قد ازدادوا حسنا وجمالا، تتفجر العيون وتجري الأنهار بغير أخاذين، كما قال ابن عباس تجري على الأرض أرض الجنة هذه الأنهار، ليس في الجنة شمس، نور يخرج من قبل عرش الرحمن، يجلس أهل الجنة على الضفاف ضفاف الأنهار. تخيل يا عبد الله أنك مع أصحابك مع أهلك مع أحبابك تحت ظلال الأشجار أو على ضفاف الأنهار أو في القصور أو في الخيام. تخيل يا عبد الله لا هم ولا غم ولا تعاسة ولا خوف. يا من ضيع هذه الجنة لأجل شهوة يقضيها أو لذة يمضيها، أتضيع الجنة العظيمة من أجل هذا؟